الماضي مهما كان صعب وكبير، مع بعض نقدر واللي جاي هيبقى خير. ملناش لا في الظروف ولا خوف ولا مستحيل. ايه اكبر لحظة مرت على حضرتك في حياتك، وايه اصعب لحظة مرت على حضرتك في حياتك؟ سؤال صعب قوي يا علي. اسعد لحظه واصعب لحظه. طب انا هتكلم على اصعب لحظه. اتفضل. اصعب لحظه اللي هي الفتره اللي حسيت ان فيها بلدنا ممكن تروح. اسعد لحظه لسه ما جاتش. هقول لكم، مش انا جاوبت، هجاوب. اسعد لحظه هو الحلم اللي انا بحلمه لبلدي، برضو هو الحلم اللي انا بحلمه لبلدي. يا رب بيكو وبمصر وبالمصريين شباب. ايه اكتر امنية شخصية حضرتك بتتمناها، وايه اكتر امنية لمصر حضرتك نفسك تحققها؟ اكتر امنية شخصية ان ربنا يرضى عني، ان ربنا يرضى عني. ربنا يرضى عنك يا فندم ويديك الصحة يا رب. يا رب. بالنسبة لمصر زي ما قلت لكم، زي ما قلت لعلي كده في الاول، ان انا بحلم لها وبحلم بيها وليها، بيكم وبكل الناس. طيب يا ريتاج، ايه السؤال اللي انت عايزة تسأليه لسيادة الرئيس؟ انت مبسوط انت قاعد معانا؟ انا هقولك يا ريتاج بجد، وربنا وحده يعلم اللي في نفسي، اسعد يوم بيبقى انا فيه اليوم اللي بشوفكم فيه وببقى في وسطيكم. طب مين اللي بيسعدني كده؟ هقول لك يا ريتاش، اللي بيسعدني كده هو وجودكم. حضرتك مين مثلك الاعلى؟ سؤال برضو مهم قوي. دايما الناس في السؤال ده يا ملك يقولوا فلان، لكن انا الحقيقه مثلي الاعلى نماذج كتير من الناس. يعني ما خدتش حد لوحده، والحقيقه اول ما اتاثرت بيهم وكانوا نموذج بالنسبه لي هي اسرتي، اللي هو اسرتي اللي انا يعني اتربيت في كنفها، والدي ووالدتي. هقول لك، والدتي كانت سيده شديده الحكمه والصبر. انا حتى هي علمتني، من ضمن ما علمتني التجرد. يعني ايه التجرد؟ يعني ان انا اشوف الامور بمعيار بعيد عن الهوى والانحياز والتمييز. والدي كان ايه؟ شديد الهمة، يعني فضل يعمل من الفجر لغاية الساعة 12 بالليل عمره كله. هو كان ميسور لكن كان شديد الهمة، كان ما كانش بيشتغل عشان يتحصل، لا كان بيحب العمل، وانا خدت دي منه. ففي امور كتير انا عايز اقولها، عايز اقولها يعني في امثله كتير جدا. كان لي عم شديد الكرم وشديد الرفق بالناس، شديد. لم ارى في حياتي نموذج كريم جدا مع الاطفال. حضرتك لسه بيتكلم صحابك اللي كانوا معايا في المدرسه او في كليه؟ والله يا أنس، يعني ما بقاش في فرصة إن أنا أكلم أصحابي صحيح يعني، وحتى يمكن أسرتي يمكن كمان، وده تقصير مني، بس أنا الظروف هي اللي عاملة كده. حضرتك تشتغل كم ساعة في اليوم؟ طب ما تقولي لي بتنام كم ساعة في اليوم أحسن. بس عايز اقول لك، انا ما اعرفش اقعد من غير شغل، ما اعرفش اقعد من غير شغل، لاني بحلم وعايز كل الناس تحلم، ولما تحلم تجري على حلمها، ولازم ربنا هيساعدها. حضرتك كان نفسك تطلع انت صغير؟ وانا صغير كان نفسي اطلع طيار، صحيح كان نفسي اطلع طيار، ودخلت الثانويه الجويه سنه 70 عشان الحلم ده، لكن ربنا ما اردش.